فاعتبروا يا أولي الأبصار فبجزاوة إشبال أميتي تكبير إن بعد هي تكبير يا هداني قرسماوي سورة الفاتحة بعد هي تكبير يا بيلي رسالي يمتشوه صلى الله عليه وسلم سورة الإبراهيمية بعد هي تكبير يا دارو رمتشي مغفرة بعد هي تكبير يا رمتشي مإسلام ونهي مغفرة فاعتبروا يا أولي الأبصار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نية الغفران وصلاح الشان بلوغ المرام وحسن الختام وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام فاتحة اللهم افتح باب السماء لروحه اللهم لقن وجده اللهم جاف الأرض عن جنبيه اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته بالقول الثابت ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم